بسم الله الرحمن الرحيم. الفحص الآخر اللي ناخذه في هذه المحاضرة هو الكون بنتريشن تيست. كون بنتريشن تيست أو السي بي تي تيست. كون بنتريشن تيست أو ما يصطلح عليه سي بي تي المختصر مالته. هذا من الفحوصات المهمة جدا، وإن كان expensive compared to the standard penetration test ولكنه مهم جدا. Originally known as the Dutch Corn Penetration Test. الاسم مالته الأصلي Dutch، إشارة للدولة اللي موضع صناعته. Corn Penetration Test is a versatile in situ test. منقول in situ test يعني معناها field test، معناها هذا الفحص يستخدم في الحقل. In situ test or field test that can be carried out in most soil conditions. يستخدم لكل معظم أنواع التراب. To determine the soil profile. لمن يستخدم هذا؟ لمعرفة soil profile، يعني أنواع التربة، الطبقات، layers، السمك مال كل layers، and various soil parameters، ومختلف أنواع البارامترز للسويل. Interpretation of test is more rational than that of standard penetration test SPT. And CPT are used in more than 90% of soil exploration programs worldwide. حقيقة فحص الـ CPT وفحص الـ SPT اللي أخذناه سابقاً يستخدمان بشكل كبير جداً في معظم برامج الـ Site Investigation. وهناك correlations، يعني علاقات كثيرة جداً between the soil properties, soil parameters, and corn penetration test. Also the CPT test can be used to produce the soil profile. يحدد لنا أنواع التراب. فهذا الفحص مهم جدا. The original Dutch corn developed in Holland. يعني Dutch هو الاسم لهولند. في هولندا بال 1932. هو عبارة عن كون. الكون يكون بزاوية مقدارها 60 درجة الميلان للكون. بالبداية كان ميكانيكال كون. ميكانيكال كون. With a 35 millimeter outside diameter, with approximately 10 centimeters square projected area. إذا كان المساحة تسقط projected المسقط ما تكون 10 centimeters square. The cone is pushed into the ground. طريقة هذا الفحص هي طريقة الاعتيادية اللي يتم دفع هذا الكون is pushed into the ground and عند ما يدفع في داخل التربة راح تتولد مقاومة ضد الكون هذا. هذه المقاومة تسمى كون ريزيستنس. المقاومة تسمى كون ريزيستنس اللي هي QC. طبعا الوحدات ما تكلي نيوتن بير متر سكوير. And sleeve friction، والثاني هو الفريكشن الFS are measured separately. يعني عند ما يتم دفع هذا الكون في داخل التربة راح تتولد مقاومتين، المقاومة الأولى الكون ريزيستنس والمقاومة الثانية سليب. المقاومة الأولى للبيرنج والمقاومة الثانية للفريكشن. The measurements are recorded at larger intervals in the order of 200 مليمتر. يعني حوالي كل 20 سنتيمتر. طبعا نتكلم عن الميكانيكال، كل 20 سنتيمتر يتم قياس الـ QC والـ FS. The mechanical cones are labor intensive and are limited in accuracy. طبعا هذا الميكانيكال الان اصبح لدينا الالكتريكال كون. هذا يحتاج الى ليبر انتنسيف، ويكون الليبر انتنسيف اند ليميتد ان اكوريسي، والدقه مالته ايضا تكون محدوده. لاحظ عزيزي هذا جزء الان اللي يبين التفاصيل مالت الكون، شلون الزاويه 60 والابعاد مالته، ونوعيتين عندنا من هذا الكون. عندنا الكتريكال كون بنتريشن تيست، وعندنا الميكانيكال كون بنتريشن تيست. هذه التفاصيل مالت هذا الكون. فيرجو ديفلوبد ذا فيرست الكتريك كون ان 65. بال 65 ذا الكتريكال كون penetration resistance was developed. Improvement of the mechanical طبعا صار improvement للميكانيكال كون. In the electric cone
The measurements are made using strain gauges and transducers generally for every 20 millimeter. لاحظ بالميكانيكال كان كل 20 سنتيمتر، أما بالإلكتريكال تقريبا كل 20 ملمتر، يعني كل 2 سنتيمتر، يعني كل 2 سنتيمتر يتم الحصول على القراءة. Thereby almost given continuous measurements with depth. ولذلك نحصل approximately، نقدر نقول approximately continuous, giving approximately continuous measurements with depth. The modern cones, which are also able to measure pore water pressure. طبعا جديد هذا البيزو كون اللي ايضا يقيس لنا البور ووتر بريشر، ضغط الماء الموجود، اللي هو يسمى سي بي تي يو، ذاك يسمي سي بي تي فقط. The standard cone of 10 centimeters squared has a friction sleeve area of 150 centimeters squared. 157 meter long, the length of the frictional sleeve. Has an outer diameter of 35 millimeter. هذه التفاصيل مالت الأبعاد مالت الطول والزاوية الكون. Piezo cones are the modern electric friction cones. هذا البيزو كون اللي يقيس الأندرند، اللي يقيس البور ووتر بريشر. إذا قلنا شنو فرق البيزو كون كون بنتريشن تيست عن الكون بنتريشن تيست العادي، هذا بإمكانية يقيس البور ووتر بريشر. With the addition of sensors such as geophones, seismic concentration test, هذا seismic concentration can now also measure shear wave velocity. أيضا يقيس shear wave velocity and hence the shear modulus. وبالتالي حصل على طبعا هذه يعني هذه الادفانس very advanced هذه النوعيات الأخيرة، وهذا النوع البيزو كون حقيقة هنا داخل العراق اللي يستخدمون concentration test. الكونبنتريشن تيست اللي يقيس يعني بيزو كونز، يعني انا حسب اطلاع قليل هنا ما شايف يعني استخدموه، يعني يجوز عند الطلب يستخدم، لكن على الاقل بالنسبه للسي بي تي يستخدم هنا في مدينتنا استخدموه، وان كان هو مور اكسبنسيف ذان ستاندرد بنتريشن تيست. هذا الفحص اعزائي قلنا هو فحص مهم جدا وعليه ابحاث كثيره لمعرفه الكوريليشن والدبث، وهذا هو الكون، وهذه المشين اللي تستخدم لدفع الكون. أعزائي فرق الكون، هذا فرق الكون بنتريشن تيست، هذا الكون الآن فرق الكون بنتريشن تيست عن الستاندرد بنتريشن تيست عن الفيلد عن الفينشير تيست. الفرق هو أنه يعني بالنسبة للستاندرد بنتريشن تيست يحتاج إلى أولاً الأوجر، يعني يحتاج إلى حفر التربة إلى المسافة المطلوبة مثلاً مترين، ثم بعد ذلك نبدل الأوجر هذا المثقاب البرينة ونضع مكانها السبلت سبونس سامبلر وذ رود وأدفانسد إن ذا سويل. كذلك بالنسبة للفينشير تيست. أما بالنسبة للكونبنتريشن تيست ما يحتاج إلى أنه يتم عملية حفر التربة، وإنما مباشرة من سطح التربة يدفع في داخل التربة إلى مسافة 10 أمتار 20 متر، ونأخذ القياسات كل 2 سنتيمتر حسب الإلكتريكال كونبنتريشن تيست، والقياسات اللي تشمل الكون ريزيستنس والفريكشن ريزيستنس، ثم يعطى جدول لكل عمق من أعماق التربة توجد قراءتين إذا كان الكونبنتريشن تيست، وإذا كان البيزو كون توجد 3 قراءات عند كل عمق. لذلك هذا يعطينا مثل ما قلنا continuous approximately continuous recording for or measurements of QC and يعني تقريبا ينطيني القيم QC والFS لنقاط كثيرة جدا في التربة، فتقريبا يكون approximately continuous. هذا الفحص الآن لاحظوا التوزيع بالنسبة لي، يعني هذا كمثال الآن كيف QC يكون الكيرف للقيم اللي تعطى مع العمق. هنا عند 2 متر عند 4 متر لاحظ ممكن يكون اكثر هالشكل، هذا ترتيب عاده. ليش؟ لان يعني هذا مو كل 2 سنتيمتر، لان لو كان كل 2 سنتيمتر لكان يطلع بهذا الشكل، هالشكل يطلع، يعني القيم مالت تختلف عن هذه. اما هنا لاحظ اكو فراغات، يعني اكو مجال هواي هنا موجود، فهذا مو كل 2. الاف اس هنا بالكيلومتر على المتر المربع، ايضا توزيع الاف اس مع العمق، فيعطيني الان تصور عن مقاومه التربه للكون
عند نقاط مختلفه في العمق. لاحظ بانه الاف ار هناك نسبه تسمى الاف ار. هذه الاف ار equal to الفريكشن divided by cone resistance multiplied by 100 تنطيني نسبة FR. هذه الـ FR مهمة وتستخدم في تصنيف التربة وغيرها. It varies in the range of 0 to 10% with the lower end of the range for granular soil and the upper end of for cohesive soil. بناء على الـ FR قيم مالته تتغير من 0 إلى 10% وتكون مؤشر للجرانيوال سوير all the cohesive soil. In a result study on several soil in Greece, according to this research, FR equal to 1.45 minus 1.36 log D50. إذا استخدمنا الإلكتريكال كون. هنا إذا استخدمنا الميكانيكال كون معادلة 48. والD50 هو size through which 50% of soil will pass through الملليمتر. لاحظ هذه العلاقة بين الـ relative density والعلاقة بين الـ QC over sigma node dash. يعني هذه مجموعة من الـ correlation ومجموعة من العلاقات اللي يمكن أن نستفيد منها. Correlation between relative density and QC for sand. هناك علاقة تربط، طبعاً هذه العلاقات ما مطلوب حفظها، لكن يعني واحد يعرف شلون تستخدم. DR اللي هي relative density equal to A plus B log to 10 QC over square root sigma naught dash. Sigma naught dash هو overburden, effective overburden pressure. والQS هو cone resistance. هذه بالكيلونيوتن على المتر المربع وهذه بالكيلونيوتن على المتر المربع. والDR كما تعرفون relative density هي percent. The preceding relation can be written as ويمكن أن تكتب بالصيغة التالية. DR طبعا relative density علما للساند. Relative density. Relative density هذه العلاقة الأخرى. الـ PA أعزائي هي الـ Atmospheric Pressure always approximately equal to 100 kN per meter square. هناك أيضا علاقة أخرى بناء على هذا البحث بالـ 90. DR Relative density equal to 1 over 305 QC OCR over consolidation ratio multiplied by QC over PA divided by sigma naught dash over PA. The PA قلنا equal to 100 kN per meter square. QC هو the cone resistance and sigma naught هو the effective overburden pressure. نا أيضا كما معرفة. بالنسبة لل QC هو عبارة عن factor. إذا كان sand compressible, high compressible sand for 0.91, moderately compressible sand 1, low compressible sand equal to 1.09. كذلك يمكن استخراج، طبعا هنا احنا ما نريد نتكلم بشكل يعني واسع جدا عن هذا الفحص، هذا الفحص لوحده الكونبنتريشن تيست عليه كتب، مجموعه من الكتب مؤلفه، وافضل كتاب مؤلف على الكونبنتريشن تيست هو كتاب روبنسون. روبنسون لديهم كتاب يحدث يعني كل عده سنوات يحدث ولديه ابحاث كثيره في هذا المجال. وهناك علاقات كثيرة. إحنا بمقدار هذه المرحلة نشير لكم لهذا الفحص وبعض العلاقات، لأن الموضوع موضوع واسع جدا عبارة عن كورس كامل يمكن أن يعطى على الـ Concentration Test. لاحظ according to Robinson and Campbell in 83 suggested the following relation to compute the phi dash. Phi dash equal to tan inverse 0.1 plus 0.38 log QC over sigma naught dash. الآن إذا توفرت لدينا الQC can be obtained. الQC can be obtained or can be measured from the concentration test. Sigma node dash can be computed. It depends on the unit weight of the soil and the depth of the point that you want to compute the overburden pressure. يمكن أن تحسب الفاي داش. وهناك أيضا علاقة أخرى للفاي داش التان انفيرس. هناك مجموعة علاقات يمكن أن تستخدم لإيجاد الـ Angle of Internal Friction. هذه العلاقة 53 و54. هناك أيضا correlation between الـ QC and the number of الـ QC and number of blow اللي هي can be obtained or measured through standard penetration test.
هذه علاقة أيضا، يعني بإمكاننا نطلع الان 60 اللي هو النمبر اوف بلوز بيزد اون ذا كيو سي ميجرد باي كونسنتريشن تيست. هناك ايضا كوريليشنز اوف سويل تايب وكوريليشن اوف اندرين شير. لاحظ علاقة الاندرين شير كان بي اوبتيند باي كيو سي ماينس سيجما نوت اوفر ان كي. ان كي از ا كونستانت ايكوال تو 15 for electric cone, 20 for mechanical cone, 17.2 for electric cone, and 18.9 for mechanical cone. Also, undrained cohesion can be obtained based on the sleeve friction, equal to Fs over 1.26 for mechanical cones, and undrained cohesion equal to Fs for electric cone. إذن هناك علاقات مختلفة، يمكن أيضا إيجاد علاقة بين pre-consolidation pressure and the QC and between OCR the over consolidation ratio and QC. لاحظوا قبل أن نأخذ هذا المثال التطبيقي، لو كان لدينا، لاحظوا هذا الشكل الآن اللي من خلاله نتعرف على نوعية التربة الموجودة، لو كان الـ FR percent equal to 1 and the cone resistance, اللي هو QC طبعا divided by PA اللي هو atmospheric pressure لو كان 10، من يقول لي ما هي نوعية التربة؟ سلت ميكستر، مو يعني مخلوطة سلت تربة غليانية وكلي سلت تو سلت كلي، يسمونها سلت ميكستر، يعني سلت وياها كلي، كلي سلت تو سلت كلي، يعني كلي زائد سلت. جيد، منطيها رقم ايضا 2. هذا ممكن سؤال اخر، اذا كانت 9 الفريكشن ريشيو كانت 9 على سبيل المثال، اذا كانت 9 وكان الكون ريزيستنس ايكوال تو 12، من يقول ايش نوعيه التربه؟ هذه 9 وهذه شنو كانت؟ هذه 12 مو؟ تمام؟ هاي النقطة، هاي النقطة تابعة شنو لهاي المنطقة؟ ها كلي سولت كلي تو كلي، يعني تربة طينية، واضح؟ سولت كلي تو كلي، جيد، سولت كلي تو كلي. الآن إذا كان لدينا 0.5 الفريكشن ريشيو، يعني الآن الـ FR هذا أعزائي، هذا الآن الشكل اللي أمامكم، ليش الآن أنا؟ هذا الشكل جدا مهم، من خلاله نتعرف على الـ type of the soil، وهناك إلى هذه اللحظة أبحاث كثيرة جدا على هذا الشارت اللي هو developed by روبنسون. هناك مجموعة من الباحثين اللي قبله حاولوا أن يجدوا مثل هذا الشارت، لكن الآن الاستقرار والأكثر استخدام في العالم هو بالنسبة للـ concentration test هو باستخدام هذا الشارت. لاحظ إذا كان الـ FR على سبيل المثال equal to 0.3 وكان الـ cone resistance اللي هو نسبة، طبعاً شوف لاحظ الـ FR هو percent، وهذا الـ QC بالكيلومتر على المتر المربع مقسم على الـ PA، الـ PA طبعاً قلنا 100 كيلومتر بير متر سكوير. إذا كان الـ PA هو QC over PA equal to 80، من يقول لي شنو نوعية التربة الآن؟ What is the type of the soil؟ الـ FR equal to 0.3، هذه 0.3 sand mixture. أحسنت، sand لا شوية ها sand clean sand لاحظ جيد، يعني صار اشتباهنا، هذه انتبهنا اللوغارتم، هذه 10 هذه 20 ها هذا 30 40 60 70 80 هذا 80، فتقاطع ال 80 مع هذا الخط هنا، شو ينطينا؟ ينطينا ساند، تربه رمليه. اذا بناء على قيم الاف ار
وبناء على قيمة الكورن ريزيستنس يمكن معرفة التايب اوف ذا سويل. الآن خلينا ناخذ هذا المثال حتى نوضح به هذا الفكرة الأفكار حقيقة اللي هي يعني الكوريليشنز اللي ممكن نحصل عليها. في هذا المثال لاحظوا الأمثلة هي مجرد تطبيقات، يعني ما بها أفكار وبها ولا احنا مدخليكم بالاشتقاقات، أكثرها empirical أعزائي. أكثر هذه الكوريليشنز كمعلومة لكم هي empirical، وعندما نقول empirical equations معناها هي معادلات قائمة على التجربة، يعني تجارب كثيرة وكثيرة كذا يمكن من خلالها نحصل علاقة معينة. At a depth of 12.5 متر، عند عمق 12.5 متر، يعني هذا عندنا سويل، هذا سويل وعند عمق 12.5 متر. In a moderately compressible sand deposit, a concentration showed QC، إذن QC إيش قد بهذه النقطة؟ QC equal to 20 ميجا نيوتن، ميجا نيوتن over متر سكوير، يعني بالكيلو نيوتن يقول إيش قد بالكيلو نيوتن؟ 10^9 هي هسه الآن 20 ميجا نيوتن بير متر سكوير، 20,000 فتساوي 20,000 كيلو نيوتن على المتر المربع، لأنه الميجا نيوتن 10^6 نيوتن نقسمها على ألف حتى نحصل على الكيلو نيوتن فصير في ألف، إذن 20,000 for the sand given الجامعه equal to 16 كيلو نيوتن بير متر كيوب and OCR over consolidation ratio equal to 2 estimate the relative density of the sand. الآن المطلوب هو relative density of the sand. طبعا احنا بإمكاننا أن نطلب مطالب مختلفة حسب العلاقات اللي موجودة. Vertical effective stress لابد أن نحسب أولا effective stress. Effective stress equal to depth multiplied by gamma. Gamma multiplied by depth. هذا عفوا هذا depth اللي هو 12.5 multiplied by 6 اللي هو gamma. Then depth of the soil معطى 12.5 متر multiplied by gamma equal to 200 kN per meter square. هذا هو sigma naught dash. The QC according to the type of the soil, the compressible soil equal approximately equal to 1. فنطبق المعادلة هذه اللي هي relative density equal to 1 over 305 OCR to power 1.8 QC over PA divided by sigma naught dash over PA. لاحظ عزيزي الآن نبدي الـ OCR equal to 2 نعوض عنا باثنين، الـ QC 20,000 كيلونيوتن بير متر سكوير، PA equal to 100 الـ atmospheric pressure equal to 100 هنا أيضا equal to 100 وهنا sigma naught dash equal to 200 كيلونيوتن بير متر سكوير. هذا ايش راح ينطيني 0.365 0.365 multiplied by 100 ينطيني 36.5 اللي هو relative density of the sand. طبعا ومن الممكن صياغة أسئلة مختلفة بناء على العلاقات الموجودة ونستطيع أن نستخرج منها، يعني يمكن أنطيكم أنا احتمال مجموعة أسئلة يعني بعد المحاضرة في وقت معين أدزلكم إياها على الكلاس إن شاء الله حتى أنتوا تحاولون تحلونها وتمرنون أنفسكم بهذه العلاقات، كيفية استخراج الـ angle of internal friction، كيفية استخراج الـ pre-consolidation pressure. هذا الفحص هو الفحص الثالث لدينا الآن، فحص الـ standard penetration test. أعزائي أخذنا فحص الـ standard penetration test وأخذنا فحص الـ vein shear test وأخذنا فحص الـ cone penetration test، وهذه الفحوصات ثلاث فحوصات. هناك فحوصات أخرى، فحص البليد لود تيست، فحص الآن أتكلم عنها بشكل سريع. الفحوصات المهمة هي هذه الثلاثة، هناك فحص آخر مهم ويستخدم أيضا في العراق والبليد لود تيست، فحص مهم جدا ويستخدم، يعني ربما نفصل فيه.